التواصل يستمر واشواطنا تتواصل وتتوالى الشوط تلو الاخر في ارضيه ميدان المرموم في دستور احد فروع المرموم وذرعته سن الحقائق. التواصل مستمر والاشواط تتواصل في هذا الصباح. انطلق الشوط السادس عشر في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع نسير مع الحقائق مع الجعدان في هذا الانطلاق. وشعارك يا بن زهرة يتقدم مع غازي أحمد بن خليفة بن زهرة يسيطر على الجعدان يلي في المركز الثاني ويتقدم عساس في المركز الثاني. مطر بن غانم بن مسفر بالقوبع بينما هناك بن مصلح الشاعر من الجانب الآخر يتقدم على المركز الثالث الشامخ محمد بن حمد بن مصرح بن جمهور الاحبابي المركز الرابع رابع المراكز. وهذا هو مرضي لعمر بن سعيد بن صقر اليابري. وهناك دخول في هذه اللحظات من قبل مهدي ياتي في هذه اللحظات محمد بن سالم الوهيبي بن الصغير الوهيبي والمركز السابع وصل فيه في هذه اللحظات. مقفي لاحمد بن عبد الرحمن بن عبيد الشحي ياتي في هذا انطلاق خلاص بنعود مع المراكز الاولى مع الانطلاق الاول في هذا المسار. ما شاء الله يا الجعدان التنافس مثير والتحديات والتوقيتات في المرموم اليوم في ميدان دستور جميله للغايه بهذا الملتقى. نعود الى المركز الاول وهذا مهدي يسيطر على مقدمه الشوط محمد بن سالم الصغير الوهيبي على المقدمه بينما المركز الثاني نهاب ياتي في المركز الثاني يتقدم محمد بن راشد بن حارب السعدي على المركز الثاني المركز الثالث وصل مشاهدي العزاء المجازف مياس محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز الثالث. المركز الرابع مرضي ياتي في المركز الرابع وعمر بن سعيد بن صقر اليابري يتقدم في هذه اللحظات. شوف اللي تدخل اللي 26 من الجانب الاخر هذا هو يتقدم في هذه اللحظات. سالم بن محمد بن حزيم الفلاسي يا سلاء اللي هو أمويض يتقدم في هذه اللحظات بينما نعود إلى المركز الأول في هذه الانطلاقة. انطلق بالمقدم مهدي ما هدى المسار الانطلاق مهدي يا سلام. هذا هو مهدي في المركز الأول يتقدم بالمقدم ويقود الشوط بجدار محمد بن سالم الصغير الوهيبي ويسلم على أهالي السلطنة بهذا الأداء والانفراد في الأمتار الأخير. ثانيًا محمد بن سالم الصغير الوهيبي على الفوز المركز الثاني. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري والمركز الثالث مشاهدي العزاء هذا هو لسالم بن محمد بن حزيم الفلاسي اللي وصل في المركز الثالث اللي هو قميط. المركز الرابع نهاب في المركز الرابع بأداء الجميل محمد بن راشد بن حارب السعدي والمركز الخامس اللي هو متعب لعلي بن عبيد بن سالم الخيالي. عودة إلى التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون مشاهدينا متابعين الكرام ثلاث دقائق وجزء واحد من الثانية بهذا الأداء الجميل الذي قدم مهدي. تهانينا لمالكة محمد بن سالم الصغير الوهيبي على هذا الفوز. سلام لأهالي السلطنة. المركز الثاني ثلاث دقائق وثانية وجزين من الثاني محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا على فوز مياس بالمركز الثاني. المركز الثالث ثلاث دقائق وثانيتين تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز غميض اللي حل في المركز الثالث لسالم بن محمد بن حزيم الفلاسي. هكذا تهانينا والناموس.